السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير هانين. باش سمحوا لي، رانا تصديت على الدلع، ومن الرخيص الدلع غادي نبقى مع الدلع، غادي معاه تيخرف. نتوما غير ردوا البال وشوفوا وطلعوا فابوني وجيب، ولا عليكم. اليوم غادي نصنع لكم ثاني واحد الطويصيه من هاد الفريع ديال الدلع، اللي ما عندو طويصيله ولا شي حاجه اللهم نفيدوه بهذه الطريقه. اللي بغى يتغدى معايا مرحبا. هاد الدلع راه فيه منفعة بزاف اقتصادي. هاد بريسيلا مبرعة مع راسها، كب فيها الزيت، كدير فيها الديسير، دير فيها العسل، دير فيها اللي عجبك. طريسيلا خيرة. ايوا ها توصيله، هذه ماشي توصيله، ولا ما توصيلهش قولوها. ها هي مرحبا. وإلى آخره، نمشي نجيب الغداء. ايوا نجيبو الغداء ومرحبا. هادشي سخون تا يشوي. يا ودي اش درت؟ ها مثلا ما مولفتش الشقة، الطاجين غادي يتحرق، يحرق لي هاد الطبلة، وانا خليت الدور ديال الطاجين. والله الا غادي يا ودي اللي ما مولفتش الشقة راه ديما تيكون عسري. يا بسم الله يا تيسير ديال الله. هو اللي بغى يتغدى معايا يجي مرحبا به. علاش عزيز عليا الدلاع؟ حيت انا غادي نقول لكم يقدر سقراو. ما عرف الا كان سقراو، ما راه سقراو ماشي مشكل، ولكن بغيت نوري لكم حتى الطريقه ديال الا جاب الله عندكم غير الدلاع، وجا عندكم شي ضيف وضيف ديال المعقول، راه غادي يعذركم. راه ما كاين مشكل، راه الدلاع منه كلشي. هانت هاد الدلع اللي جاب الله بركة. بسم الله مرحبا. اودي هاد الشي سخون عجبتو من الفريكو، راه تايكوي ولقتي راه ساهل. علاش شكل كيكة؟ ها ها هانت ها انت غادي تبرع من انت والضيف ديالك. بسم الله قول ليه تفضل. ها الطاجين، ها الديسير. بسم الله كيكا، هذه واش من كيكا؟ لا مسكوته ولا لا الطاجينيه. الطاجينيه نحن نموت بيد العون لأي شخص، نحن نواصل مسألتهم حتى النهاية.
اودي والله لا شوما قاعد تبقاو نتوما قاعدين تنفوا من الطاجين. اي واحد هذه بلاك بلا ما نطول عليكم تنشري هذا الطاجين نوريكم بعد على الطريقه الشراء بزاف عليكم. احنا كلنا الطاجين اش قالينا قالينا الديشير ها هو هذاك راه طاجين ماشي لا هادي شي بسم الله لحد الان منذ ان اطلق سيديني بريكوشي هذه العمليه التمرد المسمى كلنا بدي شي اش بقى حنا كلنا وصلنا تبرعنا اش بقى لينا كاع من هنا لتحت راه مبرع اش باقي باقي لي الراس ما تبردش وكنت سارح شي شويهات والله الا اليوم سخون الحال وهاد اللاع تبرات به ولكن حسيت هاد القلالة اللي موالية الشمس باقية ما مبرداش غادي دير لهاد البركة هكا باش يتبرد ليك الراس حيت واخا كلتي من الفم لهنا نسيت والرحمن نزل ولكن هنا اللي موالية الشمس باقا فيه الحرارة الله 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 تبردتي صافي تبرد ليك الراس لا قطع واحد الطريقة أخرى إيوا الطريقة اللي بقات ديال الحجاج اللي مشاو يحجو الله يكمل عليهم الله يديهم بالسلامة ويردهم بسلامة إن شاء الله الله يتقبل منهم الله يجيب لنا وليكم الرزق تنمشيو لهذاك المقام إن شاء الله الحجاج تنقول لهم اللي مشى لهيه دا شي دلعة دي دلعة من هنا دلعة صحيحة يخطرها ما طيباش مزيان هي راه كلشي غالية ويدي معاه كلشي من هنا لا بغا يقلد السعودية ها كيدير الرزا والتقاليد ديال السعوديين والرزا ديالهم كيفاش تيديرو العادة ديالهم هي هادي عادي ستة هاد الفريع وقول لي ستة مرحبا وسهلا يا حاج مرحبا وسهلا مبروك عليك الزيارة اللي قال لك رد ليه جوابه ما تشريو من عندهم حتى حاجة راه تيغليو عليكم عندنا الربح هو لا زرتو هذاك المقام والله يتقبل ويغفر لكم الذنوب ورجعتو بخير وعلى خير هذا هو الربح عندنا ما تشري من عندهم والو تيغليو عليكم دوك الكاظوات اللي تجيبو لينا والله يجازيكم بخير الله يجيكم الخير حنا مسامحين لكم غير الا مشيتو زرتو هذاك المقام بخير وعلى خير ورجعتو هذاك هو الفضل ما تشري من عندهم والو كلشي ها هو بغيت تقلد فيك تقلد السعوديه بقى فيك الحال شتي ديك الرزه ديالتو كيفاش تيدير يبقى فيك الحال غير الفريع ديال الدلاع كل منو وبرد به راسك وقلد به السعوديه ودير شي تصويره بحال هكا فعلا تركه ايوا خليتكم على خير السلام عليكم وشوفوا ما تنساوش الاشتراك في القناه اللي بغى يتبرد الدلاع وشويه لا ما ينساش الاشتراك في القناه وجيم السلام عليكم الله يعاونكم.